معنا على التليفون الاستاذ محمد كامل، رئيس شركه بريزنتيشن، الشركه الرائعه لمنتخب مصر. الف الف مبروك يا استاذ محمد. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا شباب. يعني مش طالع فرح. اكيد اكيد احنا حاسين بحضرتك وشفنا قد ايه الفرحه. بس يا فندم، حضرتك كنت موجود في الحدث، حضرتك كنت وسط الناس، وسط وشايف اللعيبه، وشايف 104 دقيقه من الكفاح والنضال، والمباراة راحت ورجعت وجبنا جون ودخل فينا جون، ويعني احساس كان رهيب بالنسبة لك جوه الملعب. اوصف لنا احساسك بعد هدف الثاني لمحمد صلاح والصعود للمونديال. والله بص، انت زي ما بتقول في 104 دقيقة من التعب، ويقابلهم من الناحية الثانية 3 سنين من التعب. الناس كلها يمكن ما بتاخدش بالها، احنا برزنتيشن شركة راعية، الصناعة بتاعتنا محدش بياخد باله ان احنا بنتعب قد ايه، محدش بيشوف الخساير وما بيشوفش المشاكل وما بيشوفش حاجات كتير جدا. مرة ما بيشوفش الكلام ده، كل لعيبه في الملعب بتجري، ما بيشوفوش تصوير، ما بيشوفوش صوره، ما بيشوفوش طيارات خاصه، ما بيشوفوش محاوله على قد ما تقدر تبقى واقف مع الفرقه قدر الامكان. كل خطوه موجود، مسافر افريقيا في كل وقت، الناس ما بتشوفش الكلام ده، ما بتشوفش، بتسمع عن الشركه الراعيه دي حاجات بتكسب ملايين الملايين وبتاخد ملايين ملايين، وتزعل الاهلاويه وتزعل الزملكاويه، والاتحاد السكندري يزعل في حاجه والاسماعيلي يزعل في حاجه، لكن محدش بيحس قد ايه بتعب الرجاله اللي بتتعب في البرزنتيشن. والله يا استاذ محمد، انا عايز اقول لحضرتك الاول وشكو حلو، تاني حاجه الملعب النهارده شكله في منتهى الجمال، اللون الجميل اللي حوالين الملعب، اللون البيربل اللي كان موجود، شكل الملعب وشكل الاستاد، الدخول والخروج، واستمتعنا الصراحه تصوير والدعم الجوي، تصوير الطيارات، حاجه انا حسيت ان احنا بنتفرج على كاس العالم نفسه، مش بنتفرج على ماتش في التصفيات. انجاز كبير جدا بيضاف لحضراتكم. حتى الاتوبيس بتاع اللعيبه يا كابتن يا فندم هو نفسه بشرة خير، يعني 1990، حتى الفكره فكره جديده. الحمد لله، احنا كاتبين كان بقى لنا ماتشين عاملين لوجو، اسم لوجو بالحلم. احنا والله من 3 سنين انا بقول احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وبنراهن نخش في العالم، وكانت الناس بتوعينا ان احنا مجانين وما بنفكرش وبنقول اي كلام. يعني احنا الحمد لله تعبنا، وطبعا احنا ما بنقولش اللعيبه ما تعبتش، لكن هنحاول نتكلم على الانجاز اللي عملته برزنتيشن في الصناعه من 3 سنين لغايه النهارده، بقى لنا 4 سنين اهو في كل حته. الحمد لله رب العالمين. كأني على احساسي من الجون، انا تقريبا في حاجه اسمها انا مش عارف بعد الجون بتاع لجون وابوه، انا يعني حاسس انه خلاص، يعني الحلم بيضيع، وبتفكر بقى في 2022 لغايه ما ربنا كرم. بس انا يمكن جاتني حاله تفاؤل، لو انت في الملعب الكاميرا جابت اللقطه دي ولا لا، محمد صلاح وهو بينادي على اللعيبه. ايوه شفناها يا فندم، شفناها واتكلمنا عليها. كان فاضل 4 دقائق على الماتش، انا عايز اقول له يعني احنا طلع علينا لغايه ما جبنا الجون الاولاني، انت في 5 دقائق هتجيب. هو ده اللي بنحاول نحكي فيه، الحلم، اراده، وده لكل المصريين، حلم والاراده دي، احلم زي ما انت عايز وخليك واثق في حلمك، ربنا لازم هيجبرك، واتعب اتعب اتعب اتعب، سيب الباقي على ربنا، ربنا عمره. يعني انا كان كل احساسي، يعني قلبي هيتكسر لو كل المصريين دول في اللحظات دي ممكن يروحوا الفرحه، يمكن ربنا ودانا الفرحه لغايه الدقيقه الثانيه ولا الثالثه، لكن الحمد لله جبر المصريين، ودي كانت اكتر حاجه احنا فرحنا الناس. صراحه يا استاذ محمد، المنتخب مصر اتنقل نقله ثانيه، احسسنا حتى دخلتونا جوه المباراه، وانت ماشي على كوبري اكتوبر وانت ماشي في الشارع، حتى الاعلانات اللي بتحسسك بان منتخب مصر والصوره اللي فيها اللعيبه كلها مع الجهاز الفني بتدخلك جوه المود بتاع المباراه وانت رايح بس تتفرج على الماتش، غير التغطيه الصراحه والتنظيم، وحاجه جميله جدا. زائد ان جوه الماتش نفسه يا فندم الجمهور والتفاعل مع الشغل اللي كان حاصل جوه الملعب، والنهارده كل البراندز كانت موجوده جوه برج العرب عشان اللي حابب ياكل، اللي حابب يشرب وحابب يعمل اي حاجه، يعني كان حولتوا الموضوع الى حدث، الى ايفنت ترفيهي. النهارده اكيد كل الناس اتبسطت، والانبساط والفرحه الكبيره تاهل لكاس العالم. الحمد لله الحمد لله، احنا كان يلمنا جدا ان الناس تفرح. النهارده كنا بنتكلم في كل التفاصيل وخدنا بالنا من كل التفاصيل، كان عندنا احساس النهارده هيكون تاريخ لتاريخ مصر، فكنا مهتمين بتفصيله تفصيله كل حاجه. الحمد لله دايما كل البراند
موجوده في مصر دخلت معهد كره القدم. انا عايز افكرك بس الناس مش قادره تفتكر، يمكن الناس النهارده فرحانه مش فاكره ان البرزنتيشن يوم ما بدات، احنا اول ما بدانا اتحاد الكوره بعد شهرين بدانا من كاس افريقيا، ولما بدانا نشتغل مع المنتخب ما كانش المنتخب بقاله 3 مرات يخش افريقيا، ربنا كرم الحمد لله ووصل افريقيا، وربنا كرم تاني رجعنا تاني افريقيا، وربنا كرم تالت دخلنا كاس عالم. انا عايز اقول للناس بس بصوا يعني رجعوا الشريط بالورا وشوفوا برزنتيشن عملت ايه. بس انا برزنتيشن دي 72 موظف 72 راجل وبنت بيشتغلوا بيتعبوا. انا بقول لك اهو انت بتكلم دلوقتي بتكلم محمد كامل رئيس مجلس الاداره وهتشكرني وهشكرك، لكن انت مش شايف ال 270 دول بيعملوا ايه. زي ما بتقول برضه يعني من ال 270 دول في شويه منهم برضه قناه النادي الاهلي، الحمد لله الناس اللي شغاله معانا في قناه النادي الاهلي قد ايه وصلنا النهارده في قناه النادي الاهلي بعد ما بدانا فيها، واكيد عرفت ان احنا ياما اتشتمنا وياما الناس زعلت مننا، لكن النهارده الحمد لله قناه النادي الاهلي الثاني او ثالث اقوى قناه رياضيه موجوده في مصر، بنطلع على الجنرال ساعات ثالث ورابع وخامس، ودي حاجه قويه جدا خطوه بخطوه ربنا بيكرمنا وربنا يسهل. انا مش عايز اطول عليك أنا طب انا بس معلش انا معلش انا اسف بس اكيد انت الكامبين الاولاني او الموضوع الاولاني كان الحلم، خلاص الحلم تحقق بالوصول للمونديال، هل في فكره جديده داخل برزنتيشن ومرحله اخرى بعد الصعود للمونديال هتكون محيطه بها المنتخب المصري؟ اكذب عليك واقول لك انا كنت دايما اقول كلمه واحده، كنت دايما اقول انه احنا نوصل كاس عالم وانا هبطل شغلي مش هشتغل تاني، انا حلم حياتي اوصل كاس عالم وهبطل مش هشتغل تاني خلاص اتقاعد كده واتفرغ بقى لتربيه العيال. النهارده خلاص قعدت افكر بقى بيترسبرج، انت يمكن مش هتصدقني لو قلت لك اقسم بالله برزنتيشن عندها شركه اسمها برزنتيشن روسيا موجوده في سان بيترسبرج بقى لها 3 سنين، الشركه دي مستنيه النهارده انها تشتغل. بقى 3 سنين فاتحين شركه في سان بيترسبرج في روسيا مستنيين اللحظه. يعني احنا عندنا هو صفحه جديده وربنا كريم. انفراد باذن الله هنكون مع المنتخب لحظه بلحظه في روسيا، مفيش حاجه هتضيع مننا يا استاذ محمد. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. استاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، الف 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 مبروك ويا رب كده دايما تكونوا موجودين من نصر لنصر.